الحمد لله الفوز هذا كان متوقع، ما يخفيكمش بلي احسن نتيجه لهذا العام. ان شاء الله نكونوا حاضرين ذهنيا للنصف النهائي وتاهلوا النهائي. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا رساله من عند البطل الجزائري ايمن خليل بعد الفوز بالامس خوتنا. الرساله هذه لكامل الشعب الجزائري وايضا حتى الرئيس تاعنا عمي تبون، وايضا غادي نشوفوا البطل تاعنا الجزائري جمال سجاتي راه فاز اليوم في السباق خوتنا بالمركز الاول خوتنا وتاهل للنصف النهائي. لازم كامل الابطال تاعنا اللي راهم في الاولمبيه تاع باريس ندعموهم، ماشي غير ايمن خوتنا، لازم كامل نوقفوا معاهم وندعموهم لانهم راهم رايحين تما باش يمثلوا بلادنا الجزائر ويرفعوا الرايه تاع بلادنا. المهم تبعوا معنا حتى النهايه، لي لايك البارطاج، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. المهم قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ما راهش مشترك يشترك فعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج وتابعوا معنا الفيديو مباشره. بسم الله. ايون تيرميني 4ème au championnat de France ne fera pas partie du contingent français. Allez, c'est parti pour ce 802 tour de piste avec un meneur d'allure qui sera le polonais Patrick. المهم هذا هو السباق اللي فاز فيه البطل تاعنا الجزائري جمال سجاتي، سباق تاع 800 متر. ما نقدرش نحط لكم كامل السباق خوتنا لانهم غادي يحضرون الفيديو ويقلعوا لنا هذه المقاطع خوتنا، لذلك غادي نوريكم يعني بعض اللقطات من هذا السباق كيفاش البطل تاعنا قدر يتفوق، يعني كان راول ولا في المركز الاول خوتنا، يعني هذا التكتيك تاعه ما يعرفه حتى واحد. تبعوا معنا كيما راكم تشوفوا، هذا هو البطل تاعنا جمال سجاتي. راكم تشوفوا راه متاخر، يعني راه في المركز الرابع ولا الخامس لكن غادي يولي في المركز الاول. زيدوا تبعوا دوك تشوفوا كل شيء خوتنا. هنا كيما راكم تشوفوا ها هو البطل تاعنا راه في المركز الرابع، هنا كيما راكم تشوفوا ها هما الاحصائيات، البطل الجزائري سجاتي راه في المركز الرابع لكن غادي يولي كيما قلت لكم في المركز الاول. عنده تكتيك مريض خوتنا، يعني ما كانش يقدر يفهم له ولا ما كانش يقدر يضبط التكتيك تاعه، يبقى متراجع ومن بعدها ينطلق مباشرة ويولي في المركز الأول. تبعوا معنا خوتنا، شفتوا خوتنا البطل تاعنا سجاتي بعد ما كان في المركز الرابع ولا الخامس ولا في المركز الثاني خوتنا، يعني تفوق على الفرنسي وتفوق على الكيني نورمالمون وراه في المركز الثاني، والآن غادي يزيد يتفوق على صاحب المركز الأول ويولي هو في المركز الأول. تبعوا معنا خوتنا. المهم كيما شفتوا البطل تاعنا جمال سجاتي كان في المركز الرابع خوتنا كيما شفتوا، ولا في المركز الخامس، عاود ولا في المركز الثالث، وعاود ولا في المركز الثاني، وفي الأخير وين ولا؟ في المركز الأول، وفاز خوتنا في هذا السباق تاع 800 متر كيما قلت لكم. المهم البطل تاعنا كيما قلت لكم عنده تكتيك ما كان حتى واحد فاق له ولا يعرفه، يعني يكون في المراكز الأخيرة ومن بعد كي تجي في الدقيقة الأخيرة يولي في المركز الأول. كيما شفتوا دخل هو الأول خوتنا، راكم تشوفوا هنا ها هو سجاتي في المركز الأول، وهذا اللي كان في المركز الأول ولا في المركز الثاني خوتنا تفوق عليه. زيدوا تبعوا كيما راكم تشوفوا، هذا هو البطل تاعنا سجاتي، يعني فاز وفي المركز الأول في سباق 800 متر، فاز على الفرنسي، فاز على الكيني، مامو على البلجيكي السويدي. المهم سجاتي في المركز الاول، وبعد هذا الفوز راه تاهل للنصف النهائي خوتنا، يعني غادي يلعب النصف النهائي، واذا فاز ايضا في النصف النهائي ينتقل لل لا فينال خوتنا، وفي النهائي اذا فاز غادي يفوز بالذهبيه خوتنا، يعني ديجا راه البطله تاعنا كيليا النمور جابت لنا الميداليه الاولى الذهبيه، وغادي تجيب لنا ايضا البطله تاعنا ايمن خليف الميداليه الثانيه ان شاء الله، ويزيد جمال سجاتي والابطال الاخرين. كاين ابطال اخرين مازال راهم متواجدين في الاولمبياد، لازم كامل نوقفوا معاهم وندعموهم خوتنا. تحيه الجزائر وتحيه الجزائريين وين ما كانوا، لي لايك وتابعوا معنا تشوفوا التصريح تاع جمال سجاتي بعد هذا السباق. الحمد لله الفوز هذا كان متوقع، ما يخفيكمش بلي احسن نتيجه لهذا العام. ان شاء الله نكونوا حاضرين ذهنيا للنصف النهائي وتاهلوا النهائي. ثانك يو. ان شاء الله نحتاجوا دعواتكم ان شاء الله في النهائي، وان شاء الله نسمعوا نشيط وطني هنايا في فاري للمره الثانيه، ورانا في انتظار ايمن خليف ان شاء الله تهدينا الذهاب ثاني. 1 2 3 في فالجيري، تحيه الجزائر. المهم كيما سمحتوا واش تكلم خونا جمال سجاتي بعد ما فاز في هذا السباق، نورمالمون تاهل للنهائي ولا النصف النهائي ولا ما راني عارف، نورمالمون النصف النهائي خوتنا، اللي يعرف يقولنا في التعليقات، اللي يتبع الاولمبياد هذا يقولنا في التعليقات خوتنا. المهم مبروك لخونا جمال سجاتي وان شاء الله المزيد من التوفيق، ولازم كامل توقفوا معاه، يعني كيما وقفنا مع اختنا ايمن خليف لازم نوقفوا مع ولد بلادنا ايضا، يعني كامل هادو ولاد بلادنا وراهم رايحين يمثلوا بلادنا ويرفعوا الرايه تاع بلادنا. وكيما سمحتوا قال لكم ان شاء الله نفوز
ونسمعوا قسما في قلب فرنسا. لذلك لازم كامل تدعو لهم وتوقفوا معاهم. المهم الان غادي نشوفوا ايمان خليف الرساله تاعها، لكن قبل غادي نشوفوا والد ايمان خليف واش تكلم خاوتنا على بنته. تبعوا معنا الدور النهائي. هذا طلب تاعي بالنسبه للنجاح تاعها، راهي تحارب على زوج نواحي، تحارب اعداء الله هذو، وتزيد راهي كومبيتيسيون مع السبور تاعها. المهم سمعتوا في الاولى قال لكم رانا باغيين انها توصل النهائي، الحمد لله راهي وصلت، يعني بفضل ربي سبحانه اللي وفقها وبفضل الشعب كامل اللي راهم واقفين معها. الحاجه الثانيه سمعتوا قال لكم راهي تحارب اعداء الله وراهي تحارب، راكم فاهمين؟ لي لايك وزيدوا تبعوا. كاين وين في الدار هنايا ما كاين اللي ما يتقوش يشوف، مع اللي نزرعهم من الضغوطات عندهم شويه امراض خافوا عليه. على ذلك ما نديروش كيما نقولوا، نتفرج انا نتفرج. ها هي دائما انكوراجي فيها، لازم ها تبكي راك فاهم، فيها ضغوطات فيها صوالح، كي تشوف الاهل تاعها كي تهضر معاهم ها تحس الاتصال تاعها، احنا ما نبغوش نزيدوا عليها، نبداو نكورجوا فيها. المهم كيما سمعتوا هذا الاب تاع البطله تاعنا الجزائريه ايمان خليف واش تكلم في هذا الفيديو، يعني قال لكم رانا باغيينها ترفع الرايه تاع بلادنا وايضا تشرف بلادها الجزائر ونسمعوا قسما ان شاء الله في قلب فرنسا. حنا نتمنوا باش الرساله تاعنا توصل الرئيس تاعنا وايضا السلطات العليا في البلاد باش يخلوا الاب تاعها يروح يشاهد المباراه تاعها النهائيه اللي غادي تكون يوم الجمعه. حنا كامل الشعب، يعني معظم الشعب الجزائري راهم يطالبوا باش الاب تاعها يدوه ويشاهد المباراه ويكون الدعم تاعها كبير في هذا النهائي. يعني غادي كي تشوف الوالد تاعها حاضر في الملعب ويدعم فيها غادي تكون فرحانه وتكون مريحه من التالي. لذلك نتمنى الرساله تاعنا توصل الرئيس تاعنا والسلطات العليا في البلاد. لي لايك باش توصل الرساله تاعنا خوتنا، وزيدوا تبعوا وشوفوا الان تصريحات تاع البطله تاعنا ايمان خليل. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل اللي وفقني في هذه المنازله، هذا الفوز نهدي كامل الشعب الجزائري اللي ساندني من البدايه حتى النهايه، كامل الجاليه الجزائريه، حتى رئيس الجمهوريه اللي دعمني هو شخصيا ويعرفني شخصيا ويتحدث معي شخصيا. نشكر جزيل الشكر. المهم سمعتوا في الاولى قلت لكم حبيت نشكر الشعب الجزائري اللي راهم واقفين معنا ويدعموا فيا، وايضا تشكر الرئيس اللي قالت لكم باللي هو تواصل معي شخصيا ودعمني شخصيا. راكم تسمعوا هذه رساله لكم يا الشعب الجزائري، لذلك لازم تزيدوا توقفوا معها وتوقفوا مع كامل الابطال اللي راهم يمثلوا بلادنا الجزائر، زيدوا تبعوا. كذلك حبيت نوجه تحيه لعائلتي الكريمه، عائله خليف، امي نوجه لها هذا، نهدي لها هذا الفوز، الاب تاعي نهدي له هذا الفوز، كل العائله، قريتي الصغيره، ولايه تيارت. أنا سعيدة جدا بهذا الفوز، أكيد كما تعلمون أنه الملاكمة هي من الرياضات الأولى في الأولمبياد، وباش تكون في نهائي في أولمبياد وفي رياضة ملاكمة ماهوش سهل. أنتم تشوفوا أن الملاكمة تبدأ تقريبا منافسة 20 يوم وهي المنافسة تجرى، وهذا الشيء اللي يبين قيمة هذا الرياضة. أنا المهم كما سمعتوا قالت لكم الناس اللي راهم يشاهدوا ويقولوا باللي الملاكمة سهلة وكامل، ماشي سهلة قالت لكم، يعني هذو الأبطال تاعنا كما إيمان خليف وغيرها اللي راهم مشاركين الان في الاولمبياد، هذا الاولمبياد حضروا له منذ 4 سنوات ولا، وهما يحضروا باش يكونوا متواجدين وباش يتحصلوا على هذه الالقاب ويفوزوا، ماشي سهله. لي لايك وزيدوا تبعوا. فخوره جدا كوني ضمن النهائي في اولمبياد في رياضه الملاكمه اكيد. انا سعيده جدا والله، يعجز اللسان عن التعبير عن هذا الفوز، انا سعيده جدا، المدربين سعداء، المدرب تاعي منذ صغر تاعي محمد شعوال اللي مازالوا معايا راهو فرحان، راهو الفرحه تاعو مش قادر يتحكم فيها، المدرب المحنك بيدرو اللي قدم كثير وكثير لهذا الانجاز. كامل الناس هنالك اكيد رجال ونساء خفاء يعملون، وجههم كذلك تحيه بلا ما ننسى. المهم كيما سمعتوا واش تكلمت خونا ايمان خليف في هذا التصريح، يعني بعد نهايه المنازله تاعها وبعد ما فازت على الملاكمه وتاهلت للنهائي. الحمد لله يا ربي والف مبروك لخونا ايمان خليف، وان شاء الله تفوز في النهائي ايضا. غادي تلعب امام صينيه، نورمالمون صينيه هي اللي كاليفت وغادي تلعب معها النهائي، ان شاء الله خونا ايمان خليف تفوز وان شاء الله تحصل على الميداليه الذهبيه وتحصل على هذا اللقب وايضا ترفع الرايه تاع بلادنا ونسمعوا قسما في قلب فرنسا. المهم بعد ما شفنا التصريح تاعها والتصريح تاع الوالد تاعها غادي نشوفوا الان رسائل من الشعب الجزائري لاختنا ايمان خليف، تابعوا معنا. المهم هنا لحظة فوز اختنا ايمان خليف، حبيت نوريكم هذا المقطع باش تشوفوا باللي ايمان ما كانتش وحدها في هذه الحلبة، راكم تشوفوا باللي كامل الجزائريين كانوا موجودين، يعني تقريبا هذه القاعة كانت معمرة غير بلي زارجيريا، لي زارجيريا كانوا بقوة هنايا. لي لايك وزيدوا تبعوا. هذا الصحة ايمان،
يعطيك الصحة إيمان، يعطيك الصحة حسيب ما كنتوا عليك أنا، يعطيك الصحة يعطيك الصحة وين كيما شفتوا هنا ايضا لحظة فوز اختنا ايمان، لحظة نهاية المنازلة تاعها كيما خرجت، راكم شفتوا الشعب كيفاش تعاملوا معها، يعني من كثرية الحب تاعهم ليها ومن كثرية الدعم تاعهم ليها شفتوا كيفاش تصرفوا معها، ربي يحفظها وان شاء الله تفوز في النهائي. لي لايك وزيدوا تبعوا. كيما راكم تشوفوا الاولمبياد اللي راهم دايرينها في فرنسا يعني بباريس، لي زارجيريا هما اللي راهم محتلينها متالي، يعني ما رانا نشوفوا لا درابو تاع ناس اخرين لا والو، نشوفوا غير العلم تاع الجزائر ولي زارجيريا، وين ما تروح تلقاهم راكم تشوفوا باريس احتليناها، فرنسا احتليناها، يا جاتكم لي لايك وزيدوا تبعوا. ماشي قضية شرف، انت شرفتينا ايمان، ما همناش الذهب قد ما فخرنا بك، رفعتي هذا الاعلام 8 سنين تعب وتحضير كجزائري انت عايلك، اما سعيد معاك جبتيها بيدك والعالم ضدك يا حليلك، انت انثى وتبقاي انثى تحديتي الصعاب كثائر، ما زالت بين عينيك ختمتيها بكلمة تحية الجزائر، كونك واثقتي ما تبريش رانا عارفين، ظلم اعلامي وتشويه وانتقادات رانا بعينينا شايفين، كلك واثقة خليك واقفة كأنثى بذراعك جيبيها، خلي لك لاب تنبح أنا معك بنت البلاد يا تديها يا تديها، إذا راك تشوفي فينا أنا معك وفي جامي نسمع. وين كيما سمعتوا رسالة هذا الشاب الجزائري لأختنا إيمان خليف، نتمنى توصلوا لها هذه الرسالة باش تعرف بلي كامل الشام يعني رجال نساء كامل رانا معاها واقفين، وإن شاء الله في النهائي تفوز، إذا فازت رانا معاها، إذا ما فازتش أيضا رانا معاها، المهم شرفتنا ورفعت الراية تاع بلادنا وتحية الجزائر، وأيضا البطل الجزائري تاعنا جمال السجاتي راه فاز وفي المركز الأول، نتمنوا باش كامل الشعب يوقفوا معاه كيما راهم واقفين مع إيمان وغيرهم، ولازم تدعموا كامل الأبطال باش يشرفونا ويرفعوا الراية تاع بلادنا ونسمعوا قسما في قلب البلد العدو في فرنسا، وخلوا العديان اللي راهم هوك مجاورينا تستقلهم ان شاء الله. المهم شكرا لكامل الناس اللي تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، ربي يحفظكم، عطونا رايكم في التعليقات وما تنساوش طلعونا هذا الفيديو وصلوا هذه الرساله لي لايك والبارطاج، وايضا رساله تاع الاب تاع والد الملاكمه تاعنا ايمان خليل، نتمنى باش توصل السلطات العليا والرئيس تاعنا باش اومو يكون حاضر يخلوه يحضر يعني يوصلوه ويحضر المنافسه تاعها الاخيره ويكون دعم لها كبير باش ان شاء الله تكون مريحه وتفوز في النهائي. المهم لي لايك البارطاج، اللي مش مشترك اشترك، ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، سلام.